العلم ما هو ارتباطه بالأخلاق؟ عالم كبير. المشكلة في العلماء الكبار حينما ينساقون إلى أهوائهم، يعني الجاهل يسرق صندوق طماطم، لكن إذا صار هذا عالم يقدر يسرق وطن، يسرق أمة بأكملها. شنو ارتباط العلم بالأخلاق؟ ما له ربط بالأخلاق. الذي ذهب إلى القمر أول واحد أرمسترونغ ومشى على القمر وقال هذه الكلمة، أنا أتذكرها في وقتها سمعناها مباشرة، كان بث، قال هذه خطوة بسيطة للإنسان وقفزة عظيمة للبشرية، أن من الأرض إنسان يذهب إلى القمر وينزل ويمشي على القمر، قفزة عظيمة للبشرية. تعرفون يوم اللي رجع إلى الأرض طلق زوجته وضرب أولاده، ما قدر يعيش ويا عائلته، غزا القمر بس ما استطاع أن يغزو قلب زوجته. هذا علم تكنولوجي، صعود للقمر، بس نزل فاشل في حياته اليومية، فاشل.